هلا باللي إلي، هلا والله، هلا بيبي. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم تحفتان. وأخيرا مبدئين رجعنا للفيديوهات الأسبوعية، فلهيك بدي شوف دعم قوي. فين الحب؟ فين I love you baby؟ ليش ما عم شوف هالأفعال؟ فين الحب اللي غرقتوني بيه؟ ليش ما عم تنشروا فيديوهات؟ ليش ما عم تحطوا لايكات؟ ليش ما عم تكتبوا تعليقات؟ عم شوفكم ترى اللي ساكتين. بدي اياكم تنشروا هالفيديو هاد مع كل رفقاتكم، وسووا لي تاج على الستوريات تبعكم على الانستغرام تبعي، وانا رح شاركها عندي. وبدي اخذ هاي اللحظه الصغنونه اتشكركم فيها وبقول لكم انه انا دائما فخوره فيكم. مره كنت قاعده انا ورفقاتي في قاعده، فكانوا بيقولوا لي انه العالم اللي بتتابع كان عالم كثير محترمين. حسيت انه انا That's my baby. حسيت حالي إنه I am proud mama. That's my forgiveness. إيه إنتوا شو مفكرين؟ هدوك روح البيبي. شكرا لوجودكم في حياتي. أول تعليق هو من مي. Thank you so much. كمان أنتي الله يوفقك ويعطيك كل سعادة كوكب الأرض. بعيد الشر عنك يا ناريمان، شو حلو اسمك. بصراحة يا جماعة أفضل تعليق يفوز عنا كلياتنا. أحلى شيء أحلى شيء منكم تسمعوا البنت. أنتي نحفتي. ميرا أنتي ضعفانة. Thank you so much يا بيبي. وأنا الحلقة الماضية اللي كان عن أهداف 2020 كتير استمتعت وكتير انبسطت، وأنا عم بقرأ أهدافكم ومن القلب بتمنى لكم إنكم تحققوا كل اللي بدكم إياه. دايما أحيانا ما بنقدر نعمة الأمن والسلام اللي إحنا بنعيشها، فكل أمنياتي ودعواتي مع العراق العظيم ولليمن السعيد. أما سؤال الحلقة هاي المرة رح يكون عن طريقة أنتم بتستعملوها وما بتستغنوا عنها في المذاكرة. بديك أن كلكم تبدعوا في التعليق وتعطونا أفضل طريقة لعندكم. إذا عجبتني طريقتك رح صير استعملها ورح أحكي عنها بالفيديو الجاي مع ذكر اسم صاحب التعليق المميز. يلا كلكم انزلوا تحت التعليقات وابدعوا. خليكم مع الفيديو. انا ميرا. هاي. وانا مازم. واحنا الاثنين هبل مع بعض بربتين الحمد. فين رايحين مياسم؟ رايحين نذاكر. يس، رايحين للهوستل رح نذاكر فيه مع اصدقائنا، لانه كتير ملينا هيك من البيت، وكمان بدنا نغير جو بقى في المذاكره. كل ما تزهقوا كده روحوا اقعدوا في اي حته، مش هتذاكروا في الاخر. شكرا على النصائح الفذه، ابهرتيني. مش عارفه اقول لك ايه الصراحه. اكتب عليهم. بكدب عليك لو قلت لك بحبك، بكدب عليك. واو صوتي زي ام كلثوم، انا لازم اروح اغني حقيقي. اوكي جايز، اذا كنتوا اول مره بتشوفوني وبتقولوا شو هاي الهبله، سو اشتركوا في القناه بضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك. بدي زر اللايك يصير يبكي من كميه اللكمات اللي عم تعطوها له بالمره. يا روح البيبي مش خاسرين ولا شيء. اذا رحتوا تبعتوني على انستغرام، وفي الانستغرام راح احكي لكم عن اهدافي لسنه 2020، راح شارك معكم هيك اشياء كتير بتضحك، فروح تابعوني على الانستغرام. سو ليتس جو. ماسم المجنونه ترقص يا ملاكي، تروح حياتي. شايفين اصدقائي؟ الطيور على اشكالها تقع. بتقولي ايه؟ عم اقول الطيور على اشكالها تقع، عم اقول انه قديش انت حلوه. لا هيك مش حلوه خالص. في الدم بخاف. عندك هذه يا ليلى يا مياسم. في ناس عم تسوينا اكل واحنا عم نذاكر. انتي وبرين، انا وانتي بنتي وبرين، بس الاثنين تخانة. انا وانتي الاثنين برين برين. برين تونسي وبرين مصري. حلو برين بنية. ورسمت كده في الخباسة، ما انا اصلا فنون جميلة. كنا هنا نحوصلها بسرعة. يعني اصلا من وين طلعت؟ ما اعرفش دي جت كده. لا فاهمة قوي والله. بس لا ما شاء الله مش هنا. قلت قالك من بعدين راهي سوبيريور انفير، ما قالش حد شيء. قالهم كده اسامنا. ما يجي ونيفة هنا الصراحة. سوبيريور انفير. هنسأل الله. ايه اوبا. مش ندرس طب والله مش نافعين خالص. احنا بناخد بعضنا ونطلع نقف في اي حته ونطبل. شعلومه ويلي الحلو من يومه.
عارفه الباقي. ولا انا شوفوا بس عجبتني التدد. عم تشوفك وانت عم تدرس انا عالمه ده انا بس هخترع بني ادمين. هتخترع بني ادمين؟ على فكره هاي افضل دكتوره جراحه ممكن تشوفوها في حياتك. مش عارفه اقول لكم ايه يعني، هتموتوا على ايديها. ديروا بالكم تسوي عمليه جراحيه عندها. ما حدش يجي يكشف عندي. مش عاجباني الحته هاي، مش حتجي في الامتحان. وانا برضه الله اكبر. شايفين هاي يا جماعه، هاي تخيلوا بالمانجو بس كتير حاره، ما بعرف شو بيحطوا فيها بهارات، بتكون كتير 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 حاره. ما بعرف كيف حيكون الاكل بس يلا يرحم اهلهم. حبيبي انا رجعت هلا للبيت. So babe good night. Buenos noches ولا buenas noches بالاسباني نسيت. علي بونوي. Tomorrow. فينا نقولكم صباح الخير، صباح السرور من هالمنظر. شايفين الصباح عنا عامل شلون؟ بونجور. اكيد اصواتنا كتير بس حبينا نقولكم انه الحمد لله عدينا الاثنيناتنا، وكمان ادعوا لنا لسه في فاضلنا 3 اكزامز. ياسم مش نايمه ليلك كامله؟ اه عشان ذاكرت اكتر مني. دحيحة قوي بس ما عدينا، عدينا الاثنين يعني الحمد لله انه اهم شيء عدينا. المهم انه هلا رجعين للبيت، ولما نوصل البيت رح احكي لكم كذا شغله بنهي فيها الفلوج، شويه نصائح. انت هتحكي؟ انا مش عايزه اسمع نفس، انا هنام. هقتلها لكم. مش هتلاقوا فيديوهات تاني. مو حابه بس انكم تطلعوا من الفيديو انتم ضحكانين، بس حبيتكم انتم تطلعوا من الفيديو وانتم كمان مستفادين. فاليوم رح اجاوب على سؤال اجاني على الانستغرام تبعي في بنوته، بعتقد انها كانت تدرس سنه ثانيه او هي بتدرس سنه ثانيه مو كانت، فكانت عم تسالني انه كيف فينا نذاكر لماده الاناتومي. وصديقتكم ميرا بهالفيديو هاد رح تعطيكم فيها نصائح كيف فيكم انكم تذاكروا ماده الاناتومي او اي ماده يا جماعه بتكون فيها كثير كميه هائله من المعلومات، وهدول المعلومات اصلا بيكونوا كتير مرتبطين ببعضهم ما بتقدروا تفهموا. هاي نصائح اللي بيدرسوا طب، اللي بيدرسوا شبه طبيه، واللي بيدرسوا اي تخصص مهما كان يكون، سواء ثانوي او اعدادي او اي شيء تاني. باخذ البحث تبعي او الكور تبعي، الدروس يعني تبعي، بذاكرها بنفس الوقت عم بفتح فيديو على كل نقطة أنا مش فاهمها في هالشغلة هاي، بمعنى أنه أنا أكتب اسم الدرس اللي عندي على البحث على اليوتيوب وببحث عن الدرس هذا وأخذ عنه فكرة أولية. بعدين باخذ الكور تبعي أو الدرس تبعي، الأوراق اللي أنا بذاكر بيها بقرأ، وبنفس الوقت أسوي ملخص. بنصحكم أنكم لما بتذاكروا أكتر من مرجع. ليش يا جماعة؟ عشان ما تضيعوا الوقت. يعني ما تقولش لا أنا رح لخص الأول بعدين أفهم، أنا رح لخص الأول وبعدين أحفظ. سووا الشغلتين مع بعض، يعني لما تيجوا تذاكروا سووا الحفظ والفهم الاثنين مع بعض عشان تربحوا وقت أكتر، لأنه غالبا فترة الامتحانات هي ما بيكون عندنا وقت. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها إنه في مادة الأناتومي أو النورو أناتومي ضروري جدا إنه إحنا نعرف الأماكن، ضروري جدا فيها المادة إنكم ترسموا وتستخدموا صور عشان تفهمكم وتشغلوا بنفس الوقت مخيلتكم. لما مثلا بتشوفوا أي شيء في الشرح تخيلوا الكلام هذا حولوه لرسمة في دماغكم، الكلام هذا حولوه لملخص بسيط. لو شفتوا الأوراق هذه كلها اللي كانت عنه وفيها كتير كلام، لخص هيك في جمل بسيطة. يعني دائما خذوا أهم الأفكار، وعلى فكرة غالبا في اليوتيوب رح تلاقوا العالم اللي بتشرح لكم اللي موجودين على اليوتيوب هني اوريدي كلامهم ملخص فيكم تاخدوه. آخر شي ممكن بنصحكم فيه إنكم لما تيجوا تتعلموا أماكن شيء معين في الأناتومي أو النورو أناتومي تحسوا على جسمكم it's okay. مثلا نقول هذا أحد من إخوانكم، قولوا هالمكان هاد هون هاد هون هاد هون، تاخذوا فكرة عامة عن الموضوع. أوكي أوكي، بعتقد هذا هو الشيء اللي عندي واللي أنا بقدر فيدكم فيه. ورجعوا بكثرة لأنه هالمواد بسرعة ما تنتسى من المخ أو تنمحى من المخ. أما بالنسبة لما بدرسوا في هالمجال هاد، فخذوا الأفكار أو الطرق اللي بتفيدكم في المذاكرة اللي أنا حكيت عنهم واتركوا الباقي. اخر شيء بدي بنهي فيه الفيديو هو شيء بصراحه استفزني او تعليق استفزني، احذر ايها الجن الشرير. بتعرفوني انه انا حدا بنوتي للاخر، او انه انا بدعم البنت للنهايه، او انا مع المراه للنهايه. احدى الفيديوهات تبعي اجا وكتب تعليق بصراحه استفزني بشده، عم تدرسي عارفه شو نهايتك؟ نهايتك المطبخ.
خلينا نقول انه الشخص اللي كتب هالتعليق هاد اسمه جهولة. هلو بيب، جهولة هاد انا ما بيهمني فيه وما بيهمني في تعليقه في حد ذاته، لانه جهولة في كتير جهولات زيه وعايشين معنا في المجتمع. لكن الفكرة اللي انطرحت في بالي انه هدول الجهولة من الجهولات بيحبوا بنت عادية. هالبنت هاي بتكون طموحة وعندها اهداف وطموحات، فيجي يعشلها في دماغها باسم الحب ويبلش انه ليش انك انت اصلا بتدرسي، اصلا انت في النهاية مكانك المطبخ، فليش اصلا بتدرسي وانا هون يا حبيب. هالكلام هاد كله اللي بلففوا بها انتو عارفينه. فالبنت هاي تتوقف عن الدراسة او انه تصدق القصة الغرامية اللي هو عم يحكي فيها، وتوقف حياتها وتروح تتنيل على عمرها وتتزوجه. نصيحة، وبما انه في كمية مراهقات يتابعوني لا بأس بهن، الحب هو شيء، مجالك العملي او المهني او العلمي شيء تاني بعيدا كليا عن الحب. العلاقة اللي ما بتقدم فيه استغني عنها. ليش عم اقول هالكلام؟ لانه انا بعرف واحدة هيك، وهالتعليق هاد فكرني بوحدة انا بعرفها وهي هل عم بتعاني من هالزواج هاد. استقلاليتكم المادية هي شيء كتير مهم. هالشخص هاد يمكن يتخلى عنكم في اي وقت، بتضل بس شهادتكم هي اللي بتدافع عنك. انا طبعا ماني ضد الارتباط، انا ضد الارتباط الغبي، ضد العلاقة اللي بتدمر كيانك وبتدمر ذاتك. انت اهم شيء، والرجل خلق او جعل ليكملك وليس ليدمرك. اما بالنسبة لك يا عزيزي جهولة، كنت متأكد ان البنات اللي زينا احنا وزي متابعات الراقيات، انت يا جهولة بتحلم انك بترتبط بوحدة فينا، بس اكيد طبعا ما بتطول لاننا لا نرتبط باشباه الرجال. وبس جايز، انا غالبا برد على العالم اللي بفكروا بهاي الطريقة لانه عن جد بسرمعتي، بس لانه هالشي فكرني باشياء تانية فقلت انه انا لازم عن جد اطلع واحكي في هالشي. سو هيك يا جماعة، بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى ان الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وشاركوا الفيديو هاد مع كل صديقاتكم مع كل رفقاتكم كمان الشباب. الكثير من التعليقات على اخر فيديو كانت بتقولي انه انتي بتكره الطب فليش رحتي للطب، وهالشي اللي شاف اخر فيديو هو فاهمان انا عن شو عم بحكي. اذا بعد ما شفتوا اللينك تحت كان يظهر لك اشعار هون، روح احضر الفيديو. فليك اذا بدكم بحكي لكم انه انا ليش فوت الطب رغم انه انا ما بحب الطب، بحكي لكم القصة الكاملة بكامل تفاصيلها وبسوي كمان مقلب في حدا. بدنا نوصل ونولع الفيديو التعليقات، خلينا نوصل ل5000 لايك. يلا هجوم، انشروا الفيديو في كل مكان. هلا بقلكم دير بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هباب. سليمه.